اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، مهم جدا ان احنا نتكلم في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. من يوم 2 ليوم 12 انا هلعب 4 مباريات، ونادي الزمالك هيلعب 3 مباريات، ومجلس ادارته اصدر قرار او اصدر بيان ان هو مش هيلعب يوم 9 مع اسوان. تمام. اتحاد كره القدم بالمناسبه قال ان هو لا، ما هيلعب يوم 9 وما فيش مشكله، ولكن اتمنى طبعا ان ده يحصل. ولكن لا، لازم الاتحاد يتمنى. يعني اذا كنت بتعمل مسابقه، ما مراعاه العداله حتى في لو انت هتظلم الانديه. أيوة. هتضغط الدوري، يبقى الكل، ما يبقاش الفريق اللي هو عشان كان بيشارك في افريقيا وناجح في افريقيا وماشي ومكمل هو ده اللي يتظلم. ما هو برضو دي مش عداله. أيوة. لانه هو ما تقوليش بقى انه الاهلي هو اللي بيكسب وهو اللي بياخد المكافاه والكلام ده. ما الاهلي حكم على نفسه ووافق ان يلعب دون قلناها برضو، يعني دفع ثمنها يعني. لا، واحنا قلناها قبل كده، انت النهارده لما تيجي تطلب من النادي الاهلي يا كابتن اسلام اللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي، طب ما النادي الاهلي ما اعترضش وادالك اللعيبه والتزم. ايه يا فندم؟ اعلاء لمصلحه البلد. بالظبط. هو ده الاهم بالنسبه. أيوة. لنادي الاهلي. ما انا عايز اقول ان دي مصلحه وطنيه، ودي ايضا مصلحه وطنيه طبعا، ان انت كان عندك فريق وناجح في بطوله دوري الابطال ووصل الى ان هو كسب البطوله، فده بيضاف كمان الى انجازات الكره المصريه. أيوة. ما تقوليش ان ده للاهلي بس يعني. عشان كده بنقول الضغط يجب ان يكون على الجميع. على الجميع. ده نمره واحد اذا كان بنتكلم على العداله. آه. نمره اتنين انه يبقى في مراعاه شويه طالما الوقت يسمح. يعني انت عندك في ايام اخرى ممكن تقيم فيها المباريات، تريح تفك الضغط اللي موجود على النادي الاهلي. ايوه فندم، يعني تفك له الضغط شويه. ما هيقول لك لا انا عايز اخلص الدوري في قبل بدايه 9 يعني. طيب ماشي، ما انت عندك الايام، وانت خلاص يعني الايام دي كلها اتشغلت، يعني ما انت هتخلص الدوري بقى. استاذ جمال، هو على الاقل يلتزم باللي حاطه، بس ما يقعدش يودي ده ملعب ويودي ده يعني ملعب. يعني على الاقل برضو العداله انك ما تلعبش في الجدول اللي انت عامله. بالظبط كده. يعني ما فيش بقى حاجه اسمها ايه، انت اعلنت جدول والناس كلها احترمته. ايوه فندم. اذا انت اردت ان تحترم كجهة أو كهيئة هي اللي بتدير مسابقة الكورة في مصر، يبقى لازم تتمسك بما وضعته، بحيث أنه محدش يحاول أن هو ياخد ميزة إضافية على حساب فريق آخر وفريق منافس وعريق ولو تاريخ اللي هو النادي الأهلي.